أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 بالهادي اهتدي أنا بالعطرة اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعطرة اهتدي أنا أيامكم سعيدة كل عام سعيدة أيام الموالي أيام الموالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان بحثنا في ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقلنا في الولادة هذه نقاط خمسة. النقطة الأولى أنه ولادته في يوم الجمعة، فتحدثنا حول يوم الجمعة وذكرنا رواية عن الرسول الكريم ورواية ثانية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي وصلنا في الرواية إلى هذه الجملة: وأن من فضلها أن لا يسأل الله عز وجل أحد يوم الجمعة حاجة إلا استجيب له. فالحديث الشريف هالشكل كان، أنه الإمام سلام الله عليه يقول إن الله اختار الجمعة فجعل يومها عيدا، من بين الأيام أيام الأسبوع اختار الله الجمعة وجعل ذلك اليوم عيد، واختار ليلتها فجعلها مثلها. ليلة الجمعة أيضا هي ليلة مباركة تعد عيدا بحسب هذه الرواية الكريمة. وأن من فضلها، من فضل الجمعة، أنه ما حد يسأل من الله تبارك وتعالى حاجة إلا استجيب له، الله يستجيب له ويقضي حاجته بخير. طبعا الاستجابة لا بأس أنه نذكر هنا بين قوسين أنه الاستجابة تكون على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أشكال. النحو الأول أنه يكون في نفس الدعاء اللي والحاجة اللي إنسان يريدها، أن يكون الصلاح في ذلك والله يعطي نفس الشيء اللي يريده، يقضي له الحاجة اللي مطلوبة لأن فيها صلاح له. هذا الشيء النحو الأول. النحو الثاني أنه الحاجة ما فيها صلاح له، فشو هو داعي ويوم جمعة والله يستجيب الدعاء، فراح يبدل هذا الشيء اللي هو يريده، يبدل الله تبارك وتعالى بدفع البلاء عنه. أكو بلاء يكون ينزل عليه ومشكلة يتورط فيها، الله تبارك وتعالى يدفع عنه ذلك البلاء ويدفع عنه تلك المشكلة ببركة الدعاء. هذا قسم ثاني من نحو الاستجابة. وقسم ثالث من نحو الاستجابة أنه الله يدخر، يعني لا هي الحاجة في صلاحة ولا أكو بلاء ينزل عليها، فالله يدخر ثواب هذا الدعاء، يدخره ليوم القيامة. ففي الحديث الشريف أنه عندما الإنسان يرى الثواب الذي الله ادخره لأجل الدعاء اللي دعا به ولم يستجب ولم تقضى حاجته، فلما يشوف الثواب هناك يقول يا ليت كل دعائي ما كان يستجاب حتى هنا أحصل ثواب أكثر. فإذن الله يستجيب يوم الجمعة، أوجب على نفسه أن يستجيب دعاء الداعين، يستجيب بأحد هذه الأنحاء الثلاثة. فلا يصير عندكم التباس أنه دعانا وما صار شيء، لا. و الشيء البعد هذا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وإن استحق قوم عقابا فصاردفوا يوم الجمعة وليلتها صرف عنهم ذلك. إذا الله في قضاء وفي مبرم حكمه أنه ينزل عذاب على لا سمح الله جماعة، فإذا يصادف يوم الجمعة الله يصرف عنهم ذلك العذاب احتراما وإكراما ليوم الجمعة. الشكل يوم الجمعة يوم عظيم عند الله. بعد يا أمير المؤمنين بالنسبة للجمعة شكوا
يقول الإمام سلام الله عليه: ولم يبق شيء مما أحكمه الله وفضله إلا أبرمه في ليلة الجمعة. لم يبق شيء مما أحكمه الله وفضله إلا أبرمه في ليلة الجمعة. الأمور التي الله تبارك وتعالى يريد يجريها ينفذها بإرادته سبحانه وتعالى، فيوم الجمعة أبرمه في ليلة الجمعة. في ليلة الجمعة شلون ليلة القدر عندنا قضاء الأمور وتقدير أمور السنة، ليلة الجمعة هم هالشكل لها مقام عند الله. فليلة الجمعة أفضل الليالي، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أفضل ليالي الأسبوع ليلة الجمعة، ويومها يوم الجمعة أفضل الأيام. هذا أيضا حديث، ونقرأ حديث عن الإمام الباقر عليه السلام بالنسبة إلى يوم الجمعة، يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وإن كلام الطير إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام يوم صالح. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الشمس ما طلعت وما أشرقت يوما هو أفضل من يوم الجمعة، وحتى كلام الطير عندما يلتقي بعضه ببعض واحد يحيي الآخر يقول سلام سلام، شنو؟ يوم صالح، الجمعة يوم صالح. رواية أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن للجمعة حقا، للجمعة شيء هو يوم مفضل، يوم الله أكرمه وشرفه، فهذا الحق على الإنسان المؤمن، على الإنسان المسلم. فإذا صار للجمعة علينا حقا، الإمام يحذرنا من أن نضيع هذا الحق، يقول فإياك أن تضيع حرمته، احذر من أنه تضيع حرمة يوم الجمعة أو تقصر في شيء من عبادة الله تعالى، تقصر لا سمح الله في عبادة يوم الجمعة، لأنه يوم الجمعة بالإضافة إلى الواجبات أكو فيها مستحبات كثيرة كما ذكرت في حلقة سابقة، أنه حوالي 30 أمر مستحب هو في يوم الجمعة موجود. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إياك أن تقصر في شيء من عبادة الله تعالى والتقرب إليه، التقرب إلى الله في يوم الجمعة بشنو؟ بالعمل الصالح، الأعمال الصالحة. بعد وترك المحارم كلها، تتركون الحرام كله، شكو حرام ما تقربوا في يوم الجمعة، ليش؟ فإن الله يضاعف فيه الحسنات، في يوم الجمعة الله يضاعف الحسنات، فلا بد وأن الإنسان يقدم على الحسنات أكثر من كل يوم حتى يصير عنده مضاعفات أكثر، ويمحو السيئات يوم الجمعة، يمحو السيئات، فإياك وأن تصدر منك معصية وسيئة، ويرفع فيه الدرجات، درجات في الجنة الله يرفعها الإنسان في يوم الجمعة، فلازم ما يضيع حق الجمعة حتى لا سمح الله لا يصير عنده تنزل في الدرجات. ويومه مثل ليلته، يوم الجمعة مثل ليلة الجمعة، فإن استطعت في ليلة الجمعة أن تحييها بالدعاء والصلاة فافعل. مستحب في ليلة الجمعة أنه الإنسان يدعو ويصلي ويذكر الله، ومخصوصا اللي يتوفق إلى زيارة الإمام الحسين من المستحبات المؤكدة في ليلة الجمعة هي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، هنيئا اللي يتوفق لزيارة الإمام الحسين ليلة الجمعة. وبعد الإمام سلام الله عليه يقول فإن استطعت أن تحييها بالدعاء والصلاة فافعل، سوي هذا الشيء، فإن الله تعالى يرسل فيها الملائكة إلى السماء الدنيا. الله تبارك وتعالى يرسل الملائكة من 7 سماوات إلى سماء الدنيا حتى شي يسوون، حتى يسجلون الحسنات ويضاعفوها ويمحون السيئات من صحائف العباد اللي يعملون في يوم الجمعة وليلتها. وإن الله واسع كريم، الإمام سلام الله عليه يقول
الله تبارك وتعالى واسع كريم تفضل على عباده، وهاي ليلة الجمعة ويوم الجمعة وسيلة ذريعة إلى أن الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده. وقلنا هم ما تشرف يوم الجمعة بولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما شرف بولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه خلاصة النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أنه الإمام سلام الله عليه ولد في اليوم 13، كأنه في الجاهلية وحتى في يومنا هذا وإلى يومنا هذا أكو فرد عادات ورسوم، اللي هاي العادات والرسوم حتما هي مو صحيحة، الإسلام نفاها وضربها عرض الجدار. الإسلام أكد على أن الإنسان دائما يكون متفائل ويتفائل بالخير، وحتى عندنا رواية تقول تفائلوا بالخير تجدوه، دائما تفائل بالخير تجد الخير. أصلا الإنسان يكون بعيد عن التشاؤم وعن الشر، يعني حتى الإنسان اللي يجيب لسانه لفظ الشر لا سمح الله يمكن أن يصيب الشر. فلذلك الإسلام يؤكد على أن الإنسان يبتعد عن التشاؤم عن التطير، والتشاؤم والتطير هاي أمور مذمومة في الإسلام ذما كبيرا. ومن جملة هاي الرسوم والعادات اللي هي مو صحيحة في المجتمع الجاهلي كان موجود والآن موجود، وحتى في بلاد متطورة بلاد متقدمة، هاي بلاد الغرب إذا الإنسان يروح ويشوف، أنا حتى سامع من البعض أنه ذولاك من يوصلون إلى عدد 13 يحاولون يتهربون منه، يعني ما يكتب 13، يكتب مثلا 12 زائد 1 مثلا 10 زائد 3، يعني فالترتيب أنه يتهربون من كلمة 13 من عدد 13. بينما الإمام سلام الله عليه ولد في يوم 13 رجب، ها حتى ينفي هذه العادة الجاهلية، لأنه إحنا ما عندنا شخصية بعد الرسول بعظمة وبكرامة وبشرافة الإمام أمير المؤمنين وببركة الإمام، الإمام بركة كله خير وبركة. فيوم 13 معناته أنه يوم 13 مثل يوم الجمعة اللي هو يوم مبارك، يوم 13 هم نفس الشيء يوم مبارك. ف هذا التشاؤم اللي كان موجود في الجاهلية والآن موجود في بعض البلاد حتى المتقدمة والمتطورة، هذه الإمام بولادته في يوم 13 كأنه جاء حتى يضرب عليها علامة في بالأحمر وينفيها، وينفي هذه الرسوم والعادات اللي هي غير صحيحة من ذهن الإنسان ومن فكر وخاطرة الإنسان. لأنه كما قلنا الفكر والذهن هذا يعكس على الإنسان ظلال. شلون؟ مثلا عندنا بالروايات أنه إذا شفت منام رؤية هذه لا تفسرها ولا تسولفها إلى أحد. ليش؟ لأنه لا سمح الله إذا سولفت المنام الرؤية لواحد وعبرها بتعبير مو صحيح، تعبير غلط، تعبير شر مثلا، فراح يصير شر. لذلك بالروايات انه ان تعبروا الرؤيا تعبيرا حسنا يكون لكم حسنا. فالاسلام يقول تفاءل بالخير تجده وابتعد عن التشاؤم، لان هو التشاؤم راح يولد في حتى في الخارج راح يولد، يعني على واقع الارض راح يولد شنو اللي انسان يتشاؤم منه؟ راح يولد ذلك الشيء، ذاك الشر يولده في الخارج. فالإنسان يبتعد عن كل ما هو شؤم وعما هو تشاؤم حتى لا يصيبه في الخارج. يعني الإسلام إيش قد جميل، وإحنا إذا نعرض بس هاي الفكرة الحلوة أنه يوم الولادة يوم اللي تولد فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو أعظم شخصية بعد رسول الله وهو نفس رسول الله، تولد في يوم 13 حتى ينفي هذه الفكرة الخطأ اللي اجتنا من الجاهلية
انه يوم 13 يوم نحس مثلا نعوذ بالله حتى ينفي. فهذا شقد راح يعدل في مسيرتنا، يعدل في سلوكنا، في سيرتنا الأخلاقية وغيرها في الحياة. فإذا النقطة الثانية التي بولادة الإمام نستفيدها أنه يوم 13 يوم مبارك، وفي هذا العدد ليس أي تشاؤم موجودا، ماكو تشاؤم، ماكو طيارة، وإنما يوم 13 يوم مبارك ويوم خير إن شاء الله. والنقطة الثالثة أنه الإمام سلام الله عليه في شهر رجب الحرام، وشهر رجب الحرام شهر شريف وشهر فضيل جدا، ونقرب هذا المجال فرد رواية، اللي هاي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجب شهر الله العظيم. رجب شهر الله العظيم، يعني شكو عندنا من أشهر 12 شهر، أحدهما أحد هاي الشهور شهر رجب، هذا شهر الله العظيم، لا يقارب شهر من الشهور حرمة وفضلا، ما يقارب شهر رجب بقية الشهور حرمة وفضلا. طبعا عندنا حديث آخر أنه يسأل من الإمام سلام الله عليه أنه شهر رمضان شلون، الإمام سلام الله عليه يقول شهر رمضان خليه واحد افصله، ذاك شيء آخر، لا بقية الشهور شهر رمضان هو أشرف الشهور، ولكن بعد شهر رمضان يجي عندنا شهر رجب اللي الإمام سلام الله عليه يقول الرسول الكريم في هذا الحديث الشريف يقول لا يقارب شهر من الشهور حرمة وفضلا ما عدا طبعا شهر رمضان، والقتال مع الكفار فيه حرام، القتال فيه حرام، هذا شهر رجب هل قد عظمته اللي الله حرم فيه القتال. هلا إن رجب شهر الله، الرسول الكريم يقول رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، بعدين الرسول يقول ألا فمن صام يوما من شهر رجب استوجب رضوان الله الأكبر. يوم واحد الإنسان يقدر يتوفق، مثل فرض يوم 13 رجب يوم ولادة الإمام يصومه، هذا استوجب رضوان الله، والله في القرآن يقول رضوان الله أكبر من يعد الله تبارك وتعالى نعيم الجنة، الحور والثمار والفواكه وكذا وكذا، هاي كلها بعدين يقول ورضوان الله أكبر. فالذي يصوم يوما من شهر رجب هذا يستوجب رضوان الله الأكبر، وابتعد عنه غضب الله، ويبتعد عنا غضب الله تبارك وتعالى، يعني الله إذا كان غاضب عليه سوف يرضى عنه، وأغلق عنه باب من أبواب النار، يغلق عنا باب من أبواب النار، هذا هلقى الثواب إلى في شهر رجب. ورواية أخرى تقول أنه شهر رجب شهر الاستغفار لأمتي، الرسول الكريم يقول فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم، الله غفور رحيم ويريد أن يتوب على عباده. والإمام أمير المؤمنين ولد في يوم 13 من شهر رجب، يعني شوفوا يوم الجمعة شهر يوم عظيم، 13 يوم مبارك، وكذلك شهر رجب. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة، بالهادي اهتدي أنا بالعطرة اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعطرة اهتدي أنا، أيامكم سعيدة كل عام سعيدة أيام الموالي أيام الموالي.